شو عم يصير يا عزام؟ هنن شو خبروك هلأ بابا؟ نزار في شي بخصوص جلال شي؟ ليكون نزار الحقير خطف ابنك جلال. دخيلك يا الله. يا ويلي، طمني يا عزام، ابني بخير شي؟ نزار هلأ رح ياخده على بيت حسن. ليش؟ شو القصة؟ إذا بتريد قول شي يا عزام. أنا راي على بيت حسن. لساتني ما شبعت من لا ابني. لا تحكي هيك ماما، ما رح يسمحوا له يعمل شي، الكل قاعدين هنيك. طولي بالك شوي. أنا رايحة لهنيك، الله أعلم شو عم بيصير فيها. أنا رايحة كمان.